السلام عليكم جميعا أصدقائي صديقتي خوتي خوتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. غنقدم لكم إن شاء الله واحد الحلوة ديال الزنجلان أو السمسم مع السكر كلاصي اللي كتجي رائعة جدا ممتازة وناجعة، المذاق ديالها روعة روعة. بالنسبة لهذه الحلوة هذه فكنقدموها في الأعياد أو في الحفلات أو في الأيام العادية، يعني نوجدوها أقسم ما بغينا. المهم أنها كتوجد بسهولة ووقت وجيز وكذلك اقتصادية، والمذاق ديالها أكثر من رائع. وكمكونات غادي نحتاج كاس ديال العنبة ديال سكر كلاصي أو سكر الناعم، وكاس ديال العنبة مع مرش ديال الزيت النباتية، وكاس صغير نصف ديالو فقط، نصف كأس صغير من ماء الزهر، ماء الزهر اللي كنستخدموه في الحلويات، نصف كأس صغير، وكأس عامر ديال العنبة ديال الزنجلان محمر محمص، يعني كأس ديال السمسم محمر، و 125 غرام ديال الزبدة ديال المارغرين، 125 غرام ديال الزبدة اللي غادي نحتاجو ليها. مهم عندنا هنايا كيس ديال الخميرة الكيماوية من وزن 8 غرام، و 500 غرام ديال الدقيق ديال الفرص الخاص بالحلويات، 5 ديال الكؤوس ديال العنبة، 500 غرام ديال الدقيق يعني ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبة ديال الدقيق. غناخدو هاد الزبدة هادي، وخاصها تكون في حرارة الغرفة باش كتجينا سهلة نعجنوها ونخدمو بها الحلوة ديالنا. كنقطعوها الى قطع صغيرة في البداية بحال هكذا كما كتشوفوا معايا، وكنضيف عليها كاس ديال السكر كلاصي، كاس من السكر الناعم، وكنخلط كل شيء وكنحاول نمزجهم بيناتهم حتى كيتداخل لينا داك السكر مع الزبدة بهذه الطريقة اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. وكنضيف عليهم مراها كاس مع مرش ديال الزيت النباتية، يعني تقريبا كأس إلا الربع ديال الزيت النباتية، وكنخلط جيدا جميع المكونات حتى كنحصل على واحد الخليط بحال البوماد، وكنخلط مزيان كنمزج كل شيء. كنضيف مراها من بعد كنضيف نصف كأس صغير من ماء الزهر، كيعطي واحد المذاق مميز بزاف، واحد النكهة رائعة جدا لهاد الحلوة هادي، وبزاف ماء الزهر كيتناسب مع الحلويات. وبعد ما خلطت جميع المكونات غادي نضيف كأس ديال السمسم محمص، كأس ديال الزنجلان محمر. هاد الحلوة هادي كتجي بزاف روعة، المذاق ديالها أكثر من رائع وكتعجب الجميع. كنخلط جيدا، ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق، جوج كؤوس ديال العنبه غادي نضيفهم في البدايه، ثم نضيف عليهم كيس ديال الخميره الكيماويه من وزن 8 غرام. نمزج جميع المكونات ونخلط كل شيء المكونات حتى كيتداخلوا بيناتهم. مراها نبدا نضيف الدقيق على شكل دفعات، نبقى نضيف تدريجيا شيئا فشيئا بشويه بشويه حتى كنكمل 500 غرام ديال الدقيق اللي عندي، يعني العبر هو هذاك، ما نزيدو ما نقصو، وكنحصلوا على هذا العجين على هذا الشكل هذا، كنحصلوا على واحد العجين اللي ما كيلتصقش لينا في اليدين. هذا هو الشكل ديال العجين اللي غادي نحصلوا عليه في الاخير. كناخد هذا العجين هذا كنبسطو على سطح العمل، وكنحاول نقطع هذا القضيب ديال الحلوه ديال العجين ديال الحلوه الى اجزاء، يعني كنقسمو الى اجزاء باش كتجيني الخدمه سهله. وكناخد كل جزء كنسرحو بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على واحد الشكل بحال القضيب، وكنقطع بالسكين على شكل معين، كنحصل على هذه الاشكال اللي كتشوفوا معايا. كنقطع بالسكين بطريقه سهله جدا، كناخد الصينيه اللي غتدخل الفرن كنفرشها بورق الزبده او ورق الفرن، وكنوزع عليه القطع ديال الحلوى. نفس الشيء مع باقي الاجزاء ديال العجين، كنبسط العجين ديالي حتى كنحصل على قاضب، يعني كنحاول نلويها هكا حتى كنحصل على هذا القاضب، وكنقطع بالسكين وكنحصل على الشكل ديال المعين تقريبا او مستطيل صغير، يعني الشكل اللي بغيتو. ولا تقدروا ديروها على شكل غريبه، انا كيعجبني هذا الشكل هذا اللي كنقطعوه بالسكين، وكل شيء بحال بحال في المذاق، غير الشكل كيكون يعني مبدل الا درتو الغريبه. ودائما داكشي على حسب الرغبه اللي عجبتكم نتوما. دائما كنوزع الحلويات ديالي او القطع ديالي على الصينيه اللي غادي تدخل الفرن، ودائما ما نساوش نديروا الفرن كيسخن على 180 درجه قبل ما نبداو في الحلوه ديالنا، وكنشعلو فقط الاسفل حتى كطيب لينا الحلوه ديالنا من الاسفل، عاد كنشعلو الفوق.
وهذا الشكل ديال الحلوات ديالي بعد ما خرجتهم من الفرن، طابوا من تحت ومن الفوق. وعندي هنايا السكر الناعم، سكر كلاصي، مباشرة بعد ما كنخرج الحلوة من الفرن كندوزها او كنفندها في السكر كلاصي، ما حدها سخونة، ما كنخليوهاش حتى كتبرد، باش كيلصق لينا فيها السكر كلاصي وكيجي المنظر ديالها زوين ورائع جدا. كنخرجوها من الفرن مباشرة، كنضعها في السكر الناعم او السكر كلاصي. عملية سهلة جدا وبسيطة، ما كتاخدش وقت كثير، وحلوة اقتصادية ناجحة، كتجي على هذا الشكل والمذاق ديالها بزاف بنين، وغادي يعجبكم، روعة روعة. انا شخصيا عجبتني وبزاف كنديرها في الاعياد وفي المناسبات، في عيد الفطر او في عيد الاضحى، لانها غير مكلفة والمذاق ديالها زوين، كتعجب مولين الدار، كتعجب الكبار وكتعجب الصغار، يعني شي حاجة زوينة ديال كل شيء في متناول الجميع، اي واحد يقدر يديرها، ما فيهاش مكونات كثيرة واقتصادية. هذه الحلوة اللي قدمتها لكم هذا النهار، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، دعموني بلايك ودعموني بتشجيعات ديالكم باش نقدم لكم المزيد ان شاء الله. اللي جا جديد مرحبا به معايا، كنتمنى تشتركوا معايا في القناة أصدقائي صديقاتي، وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى لكم أوقات سعيدة، أوقات ممتعة، بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. أوقات طيبة، دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.